تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم سيطرة القوات العراقية بالكامل على المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل، مشيرة إلى قتل 35 مسلحا من تنظيم داعش واعتقال 6 آخرين حاولوا التسلل إلى الساحل الأيسر للمدينة. من جانبها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية قتل 83 مسلحا من داعش واعتقال آخرين، فضلا عن تدمير 3 مضافات والعثور على نفق يستخدمه أفراد داعش للتنقل بين أحياء المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل. أفاد مراسل أخبار الآن من درعا بقصف مروحيات الأسد منطقة أيب في اللاجات شمال درعا بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن قتل شخصين إضافة إلى جرح آخرين بينهم أطفال. وقال ناشطون إن قوات الأسد تصاعد من القصف الجوي على مناطق اللاجات منذ يومين بهدف فتح طريق بين محافظة السويداء وأوتستراد دمشق درعا. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية ثانية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي بعد معارك مع أفراد داعش. وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي غضب الفرات حرروا قرية عجاج التي تقع جنوب شرق مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش، مضيفا أن القوات تمكنت من تدمير عربة مفخخة وقتل 7 إرهابيين. أعلن تنظيم داعش فجر اليوم مسؤوليته عن الهجوم على نقاط للجيش المصري في شمال سيناء أمس الجمعة الذي راح ضحيته 23 قتيلا. وأدى الهجوم على نقاط تمركز تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء إلى قتل 23 فردا من الجيش وجرح 33 آخرين. ويواصل الجيش المصري ملاحقة المسلحين الذين هاجموا نقطة عسكرية في منطقة البرد جنوب رفح، كما تقوم طائرات الأباتشي بتمشيط المنطقة. قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن الرد القطري على قائمة مطالب الدول الأربع تنقصه المسؤولية، مشددا على أنه مذهل في سذاجته وضعف حجته. وعد قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع تويتر أن رد قطر قوض وساطة الكويت قبل أن تبدأ. دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الدول الغنية والاقتصادات الصاعدة إلى توفير مزيد من الأموال لتعليم الأطفال في مناطق الأزمات. وقالت سفيرة اليونيسف مازان المليحان إنه لا يوجد مشكلة في العالم يمكن حلها من دون التعليم. نهاية الموجز، في أمان الله. We'll be right back.